عندي اوردرات بس معيش بضاعه خالص والله، ولا تيشرت. الراجل اللي كنت بتعامل معاه خلى عليا جدا، بحاول اظبط مع حد تاني. خلاص والله لو ظبطت حاجه الغيك يعني. ماشي حبيبي. كان درس ايه النهارده؟ فيزيكس. شاطره بقى؟ اه طبعا شاطره. اخواتك شاطرين برضو ان هي متكوتش. كاوتش ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. متحوريش، بودرة العفريت برضو انت السبب فيها. انا مش هرد على فكره. مين قالك انت عايزك ترد يا حبيبتي؟ ردي على مامتك بتعرف. وانت بتقول لماما هبقى انا كمان بقول لباباك على الفرن والعصير. اثبتي. واثبت انت كمان. وماله؟ المشكلة إن أنتوا عيال صغيرة. لا وأغبية. ما كانش في درس فيزيكس ولا حاجة. دخلت السنتر وطلعت ركبت عربية مع واحد ومشيت. بس أنا مش هقول لمامتك ده عشان أنا ما يخصنيش. قال يا حسين تبعدي عني أنا وإخواتي. بابا هما اللي حطوا المراد وطاهر بودية العفريت، وهما اللي حطونا الفران. بابا صدقني حضرتك اللي كان هيجي لك اسهال، وطنط هي اللي كانت هتهلبس. مراد كان عايز العكس بس علي قال لا، حضرتك يجي لك اسهال والفران كانت فكره طاهر. وهما قالوا لي روحي صحي ماما تنام جنبك وحط بودره العفريت على السراير، ولما جم يحطوها على سريركم ما عرفوش فخرجوا وراحوا بوظوا الكاوتش. بابا انا ما عملتش حاجه غير اني راقبتكم الصبح عشان خاطر يا بابا ما تشيلش البلاي ستيشن. انا ممكن اعتذر له بس ما تقوليش اني قلتلك علشان خاطري. هند واروى لو عارفوا هيبهدلوني. انا اسف، ما تزعليش مني. وانا كمان. تفضلوا اطلعوا على اوضتكم. لا اطلعوا كل واحد يجيب اخواته ويجي عشان عايزكم كلكم. يلا يلا. هي وصلت لكده يا حسن؟ انا مش مصدق. تضحك؟ دول كلهم مش متربيين. كلهم كلهم يا ناديه، احنا ما عرفناش نربي. اهلا اهلا اهلا، شرفتونا حضراتكم. والله يا بابا فضلت مستنيها قدام السنتر لغايه ما خلصت وبعديها جبتها وجيت. كتر خيرك والله. راح فين؟ تعال. طلع اوضتي. لا لا تعالى تعالى اتفضل. اتفضلوا اتفضلوا. اهلا وسهلا. هو في ايه؟ وانت مش عارف عملت انت واخواتك؟ ما عملناش اي حاجه، هما اللي عملوا معايا الاثبات. انا مش محتاج اثبات. استنوا عليا استنوا عليا وهتشوفوا. اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضلوا. انا عايز اعرف بس ليه 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 يا بابا؟ اهلا يا دكتور. اتفضل اقعد اتفضل ارتاح. اتفضل. اهلا يا فنان. اتفضلوا. انتوا بتعملوا كده ليه؟ ليه؟ طب ادونا فرصه نثبت لكم ان جوازنا ده في مصلحتكم، ولو فشلنا ابقى اعملوا اللي انت عملتوه ده، ولو انه يعني في كل الاحوال ما ينفعش. ولو عرفت ان حد فيكم عمل حاجه لمصطفى او نيلي حسابكم كلكم معايا انا. هيضربوني. طب خلي حد فيهم كده يفكر. انا اعترفت تحت ضغط. تحت ضغط؟ خلاص يا نيلي. اوكي يا شباب. اوكي. هنعتبر ان اللي حصل ده هو الويلكم درينك. وضحكنا وانبسطنا. بس ده كلام انا مش هسمح بيه تاني خالص. حطيت لنا ايه في العصير يا دكتور؟ ده كان دواء مضاد اكتئاب على كام حاجة تانية كده. بس كان حلو قوي. طب طب يلا 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 يلا، يلا كل واحد على اوضته، يلا. احنا شكلنا داخلين على ايام سوداء يا حسن. لا 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 لا،
ده لعب عيال بس دمهم خفيف قوي ولاد اللذين. طب ايه؟ ايه؟ احنا مش هنطلع فوق بقى. ماشي يلا نطلع؟ مساء الخير يا باشمهندس.